هالنبرغ يحذر من تصدير الصراعات الداخلية التركية إلى النمسا. بدون محاكمة قيادات في الاستخبارات النمساوية بتهمة التستر على ضابط سوري. الرئيسان النمساوي والبولندي يناقشان تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. إصابة موظف بطلق نار في عملية سطو مسلح على بنك في فيينا. اعتقال رجل بتهمة تهديد شخص بالقتل عبر تطبيق تيك توك. تحذيرات من انتشار خناف السامة غرب النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. استقبل وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في فيينا لبحث سبل التعاون المشترك. وقد تركزت المحادثات على الحرب في أوكرانيا والوساطة التركية في اتفاق الحبوب بين كييف وموسكو. وأوضح شالنبرغ بشكل قاطع أن السياسة الداخلية التركية والحملة الانتخابية الرئاسية التركية يجب ألا يتم تصديرها إلى دول أخرى. كما أعرب أوغلو عن شكره للمساعدة النمساوية بعد الزلزال المدمر. بدأت اليوم في فيينا محاكمة 4 من قيادات المخابرات النمساوية بتهم الفساد وتهريب ضابط مخابرات سوري إلى النمسا للحصول على حق اللجوء. ويواجه الرجال الأربعة تهما بإساءة استخدام المنصب لمساعدة مسؤول سوري كبير والتعاون مع الموساد الإسرائيلي. وتتعلق القضية بأن السوري متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تم تأجيل المحاكمة لعقد جلسات استماع أخرى بسبب تغيب بعض المتهمين، ويمكن أن يصدر الحكم يوم الجمعة المقبلة. استقبل الرئيس النمساوي الرئيس البولندي أندري دودا في فيينا لبحث التداعيات الإنسانية والتعاون في استقبال اللاجئين الأوكرانيين بسبب الغزو الروسي. كما ناقش الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية والعمل الأوروبي المشترك، وتعهدت النمسا بدعم بولندا في استقبال اللاجئين وإزالة الألغام وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية. تعرض بنك في فيينا الحي العاشر لعملية سطو مسلح، أصيب فيه موظف بطلق نار في رأسه. وقع الحادث خلال تبديل الصناديق النقدية للصراف الآلي من قبل عاملين، وهدد اللص المجهول الشخصين بمسدس، وأطلق رصاصة واحدة وفر بعد ذلك على دراجة نارية مع مبلغ من المال. وتم نقل الموظف المصاب إلى المستشفى ولم تتوفر أي معلومات حول هوية اللص أو مكان وجوده حتى الآن. ألقت وحدة الشرطة الخاصة وطائرة هليكوبتر القبض على رجل في فيينا بتهمة التهديد بالقتل عبر تطبيق تيك توك. وبعد اعتقاله اعترف الرجل بالتهم الموجهة له وأكد أنه لم يكن ينوي تنفيذ تهديداته، بل كان يريد فقط إخافة الضحية. ويزعم المتهم أن دافعه للتهديد كان بسبب الإساءة والإهانات التي تعرض لها من الآخر، وقد تم نقله إلى السجن بأمر من مكتب المدعي العام في فيينا. حذرت مقاطعة فولربيرغ من انتشار خنافس الزيت الأسود والأزرق بسبب الاحتباس الحراري. وتعتبر الحشرة خطرة بسبب سمها الذي يمكن أن يسبب حروقاً للجلد، وينبغي الحذر منها خاصة مع الأطفال. وتفضل هذه الخنافس التربة الجافة والرملية، وتفرز سائلاً ساماً عند الهجوم عليها يسبب الحساسية. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات حروق أو تسمم حتى الآن. يذكر أن سم الخنافس كان يستخدم في عمليات الإعدام في اليونان قديماً. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي.